أمثلة في محافظة سوهاج متعددة ومتنوعة، ونقدر نقول إن هي بتمثل نوع من التنمية الشاملة. فلو أخذنا المثال الأول المتعلق بالقدرة التنافسية للمحافظة، برنامج التنمية المحلية ساهم في زيادة القدرة التنافسية لمحافظة سوهاج نتيجة زيادة الطرق التي تم رصفها وتمهيدها. ويمكن أذكر هنا طريق السلام نجا حمادي طول حوالي 45 كيلو تكلفة 8 مليار. لما نتكلم على زيادة القدرة التنافسية في الوحدات الصحية حوالي 179 وحدة صحية على مستوى المحافظة في برنامج حياة كريمة، لما نتكلم على إن سوهاج الآن خلال العشر سنين الأخيرة تمكنت من التغطية الكاملة بنسبة 100% مش فقط في مشروعات الصرف الصحي، لا أيضا في مشروعات الكهرباء ومشروعات مياه الشرب النظيفة، وبالتالي كل هذه العناصر كان لها أثر إيجابي في زيادة القدرة التنافسية لمحافظة سوهاج بين باقي محافظات الصعيد. بمعنى إيه القدرة التنافسية؟ أن محافظة سوهاج لم تعد غائبة عن كافة محاور التنمية. إحنا بنتكلم على 9 مناطق صناعية، منهم 4 فقط تبع المحافظة اللي تم ترفيقهم بالكامل، وبالتالي أصبحوا بيمثلوا عنصر جاذب للاستثمارات داخل المحافظة، فده انعكاس إيجابي. بالإضافة لده إنها بتوفر أيدي عاملة وتوفر وظائف لجميع الشباب الموجودين على أرض محافظة سوهاج. لما نتكلم على المحور السياحي لمحافظة سوهاج واللي بيحتل أهمية كبرى، لما النهاردة تم نقل مقبرة ويني أخيرا من الأسرة السادسة إلى متحف سوهاج، أضاف إلى سوهاج معلما جديدا للسياحة، وحرص مجلس الأرض الآثار على إدراك سوهاج ضمن التراث العالمي، وده بيزيد من القدرة التنافسية للمحافظة. أيضا ساهم هذا البرنامج تنمية الصعيد في زيادة الوعي العام والمجتمع للمواطنين، وده أثر بشكل واضح في مساهمتهم المجتمعية سواء التبرع بقطعة أراضي أو المساهمة في بناء المنشآت، ليكمل جنبا إلى جنب الجهود الحكومية وجهود البنك الدولي. لم يكن يتأتى ذلك إلا من خلال القناعة والوعي اللي زاد عند المواطن لما لقى على أرض الواقع هناك تنمية حقيقية في كافة المجالات، سواء تعلقت بالمحور الصناعي أو بالمحور السياسي أو بكافة المحاور الأخرى. أضيف أيضا أن زيادة الوعي ساهم في تمكين المرأة، فلم تعد المرأة في سوهاج تباشر العادات والتقاليد القديمة زي استعمال الترع أو استعمال المصارف في أعمال النظافة، لا النهارده أصبح لديها مياه نظيفة وأصبح لديها بنية أساسية، وبالتالي زاد هناك تمكين المرأة وأصبح لها فرصة في الحياة الكريمة، وأصبح لها أيضا فرصة في الخروج إلى سوق العمل سواء كان سوق هذا العمل من خلال مشروعات التدريب أو المشروعات الأخرى اللي تم إنشائها على جانب وبالتوازي مع مشروعات التنمية الصناعية.